وزاد صافي أرباح موانئ أبو ظبي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 403 ملايين درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، ونمت الإيرادات بنسبة 189% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 4,240,000,000 درهم، والتي تضمنت تأثير نشاط الدمج والاستحواذ ولا سيما الأعمال اللوجستية والبحرية وعمليات الموانئ لشركة نواتوم.